الرئيس من غير شرعيه. لا لا الخاين اللي بيكون بلده بيخاف عليها برضه. دول مش عارف دول يكفوني اليوم كله ثلاثه دول يكفوني. ايوه عندي بيقول ابو ريال بقى ادي له ابو ريال يعني ده وانا هنكو وصدين الاعلام كله طالما انتوا وافقتوا على دوت بعد كده مش هتلاقوه والله ما هتلاقوه والله ما هتلاقوه واللي بيبيع بلده مره يستاهل انه يبيعها على طول لو ما تشيلوش القنابل بتضرب عندهم جوه